بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس السادس اللي هو موجود عندنا بهاي الدورة راح نتناول فيه موضوع import the blocks وكيف أتعامل مع الماتيريال تبعتهم. بس قبل حبيت إني أنوه على موضوع الدرس الماضي اللي حبيت أتخلص من كل الشجر مرة واحدة والسيارات حتى الإندور مشان أشتغل على ملف جديد. الموجودين أوريدي عندي الشجر على layer 2 والإندور موجود عندي على layer 3 هيهم هون، والكارز موجودين عندي على layer 1. بقدر أروح على layer 2 أختار أي عنصر بدي إياه اللي هو الشجر. خليني أختار على context menu أحكي له بدي selection all similar delete، اختار اللي هو التراش اوبجكت بضغط عليهم. نفس الشيء لما اروح على لاير 3 بختار اندور، باجي بختار كونتكست منيو بختار اي وحده سيلكشن سيلكت اول سيميلر اختارهم كلهم بوديهم على التراش. نفس الشيء بالنسبه لموضوع السيارات. هيك صار عندي ملف من أول وجديد فاضي ما فيه أي إشي. هروح على layer 1 أنا بدي أشتغل عليها. خلينا نحكي اللي هي الموديل فيها اللي هو المجسم الرئيسي. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بدنا نبلش هون الشغل على المجسم الرئيسي. هون احنا تعلمنا كيف نعمل import لكل items، بس ما تعلمنا نعمل import لمجسم عادي. في عندي هون نوعيتين من المجسمات. تقدر انت تروح تفتح ملف لوميون من اول وجديد تلعب بالماتيريال، وتقدر انك تجيب اوبجكت انت جايبه او مجسم من الريفت او من 3D Max. اذا انت كنت جايب مجسم من 3D Max هي برنامج الماكس، اللوميون كيف راح يفهم الاوبجكتس لحالهم؟ راح يفهمهم انه انت الاوبجكت كل اوبجكت حسب لونه او حسب الماتيريال تبعته. يعني لو دخلت هدول هلا على اللوميون رح يجي يدخل لي هذا كتلة أولى، يعني هاي كتلة أولى، هاي كتلة الثانية لحالها، وهاي الثالثة لحالها. لو جيت بدي أعمله مثلا رابعة وخامسة بناء على إيش؟ بناء على الكلرز. هلا في ناس بحبوا يشتغلوا زي هيك، وفي ناس بحبوا بعد ما يعملوا زي هيك الشكل بحب يروحوا يلبسوا ماتيريال. يعني احكي انت البس هاي الماتيريال، انت خد هاي الماتيريال، وانت خد هاي الماتيريال، وهذا مثلا ياخذ هاي الماتيريال. فبالتالي لو كان عندي هذا مجسم كلياته جلاس، وهنا في عندي قطعة جلاس وهنا قطعة جلاس، اول ما يدخل على اللوميون بيتعرف على الباب والباب وعلى القطعة هاي اللي هي الجلاس، كلهم بيتعرف عليهم مرة واحدة. هلا انا من الناس اللي بحب اشتغل على الالوان، ما بحبش ان ادخل كتير على الماتيريال. بحب ان استخدم ماتيريال لوميون باظهار اللوميون، الا اذا كان طبعا يعني مضطر اني اشتغل ماتيريال ماكس. يعني بيعتمد على المشروع. خلينا نحكي في ماتيريالات احيانا بالماكس واحيانا باللوميون، انه ماتيريال اللوميون 6 يعني مش 4.5، ماتيريال اللوميون 6 حلو الشغل معها. بالتالي انا اجيت اشتغلت هون، باجي بحكي له على الماكس فايل او الابليكيشن بوتون، بحكي له اكسبورت اكسبورت. مثلا على الديسكتوب بدي احط الشغل، بحكي له تيست، بحكي له مثلا دوت اف بي اكس، بحكي له سيف. لما يجي يسألني هون الايتمز انه انت بدك تبين لي انيميشن او كاميرات او غيره ولا بدي اي شيء منهم، باجي بحكي له اوكي. لما اجي احكي له اوكي بصير عندي في ملف موجود عندي، وين موجود؟ على الديسكتوب. فانا هون عامل امبورت او عامل اكسبورت لملفين. خلينا نجربهم. بروح على لوميون، باجي بحكي له من هون من عند كلمة import، بحكي له place object import new model. import new model من هنا بروح بعديها على المكان اللي أنا بدي إياه اللي هو روحت أنا على لوميون، هي ملفات اللي أنا عاملها. هذا هو موضوع اللي هو الإكسبورت والإمبورت، إنك بتروح من الماكس تعمله إكسبورت من اللوميون، بس زي كأنك بتضيف أي بلوك. تحكي له من هون بدي place object import new model، بتختاره من الفولدر اللي انت بدك اياه،
مثلا هاد او هاد، تيجي تحكي له مثلا تيست فورنوميون، يجي بحكي لك شو اسمه تيست فورنوميون، اذا قلت له اد تو لايبراري بيجي يستخدمه. بس هون اتوقع انا كنت مستخدم اوبجكت بهذا الاسم من اول، فممكن يعطيني هلا ايرور صغير. هلا اذا ما اعطانيش هذا الايرور لازم اكون عارف اني لازم اغير اسم الماتيريال، اسم الاوبجكت اذا اعطاني هذا الايرور. اذا ما اعطاني اياه خلص ممتاز. إذا جيت أنت هون صار عندك الأوبجكت هيو داخل على الشغل هيو، بقدر بكل بساطة إني أجي أحكي له أوكي خلينا نمسك هذا الأوبجكت هذا دخلناه أرميه هون، صار في عندي هذا الأوبجكت الموجود. هذا الأوبجكت اللي هو زي هيك زي بيت أو أي شيء صغير موجود عنا، كنت بعرف اللون الأخضر 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 على أساس أنا بدي أعملهم جلاس، وهاي نوعية جلاس مختلفة. وهذا الأخضر خلينا نحكي زي هيك، هذا الأخضر الثاني برضو جلاس من نوعية أخرى. فهي كانت الفكرة الرئيسية. هلا بعد ما خلصنا الجزء الأول من الدرس خلينا نحكي هلا عن الجزء الثاني اللي هو الماتيريال، واللي هو الجزء الأحلى يعني بكل الكورس بالنسبة لي. هلا خلينا نحكي على ماتيريال بسيطة جدا بدون ما أدخل بأي تفصيل هلا، لأن بدي أشرح المرة الجاية الماتيريال بشكل مفصل أكثر بالدرس اللي بعده. كبداية بقدر أن أروح هنا على كلمة materials، أختار أي عنصر بدي إياه. فطول لما أجي بدي أحط هون الفارة بحكي لي بوكس ستة، وبوكس ستة بتعرف عليهم هون إنه أنا كنت مشتغل عليهم نفس اللون، يعني اللون باعتبار اللي هو النيلي أو النهدي معطيني إياهم. هون أنا كنت معطي لون الزهري، فلما أجي أختار بس بختار الزهري. بالمقابل خليني أنزل الفارة هون مش أشوف هذا، لما أجي بدي أختار لون الأخضر أنا كنت مختار هون لون أخضر بس مختارش هدول معه. بالمقابل لما أجت هون المفروض إنه يختارهم، كنا مغير كنا باللون إشي، ولا ما كنت معطيهم ماتيريال المفروض إنه يختارهم مرة واحدة، بس مش مشكلة. هاي عندي هون لون أصفر اللي هي السلابة، خلينا نحكي اللون الزهري اللي عندي تحت موجود عندي برضو السلابة التانية. خلينا ناخذ هاي الأوبجكت اللي هي هاي اللون الزهري، خلينا نحكي ضغطت عليه. فهون بسألني شو بدك نوعية الماتيريال، بقدر أعمله ناتشرال اندور اوتدور او كاستم، هدول بدخل بتفاصيلهم الدرس القادم. بس خلينا نحكي لك كاستم بدي أعملها جلاس، فتلقائيا بلاقيه حول لي اياه لوميون لايش لجلاس. انا موافق على جلاس هيك بدون ما العب باي اعدادات. اوكي طيب هيك انا موافق عليه. طيب بعديها الماتيريال اديتر بدي اروح لهذا الشكل، بقدر احكي له مثلا خذ لي كلر، هاي الجدار بدي لونها مثلا خلينا نحكي لون ابيض. اوكي هي وافقنا عليها. نيجي على النوعية الثانية، بدي هذا الجلاس بدي احكي له مثلا جلاس ادفانسد. الجلاس ادفانسد شو بيختلف عن هذاك؟ يعني هي شوي صغيرة تفاصيل الاعدادات الموجودة عنه هون بلوميون ستة، اللي هي تفرق عنها بالفروستنس والريليف والسكيل. خلينا نحكي هلا اوكي ما عندي اي مشكلة. نيجي للأرضية نحاول نضيف لها هلا عن جد تكستشر. بقدر اجي احكيها انت خدي لي ستاندرد، لا ولا انفيزبل ولا لاندسكيب. خلينا نجي نعملها مثلا نيتشر ونعملها اندور. اندور بديها تكون عندي وود، هي عندي الفيميليز الموجودة، يا فابريك جلاس او ليذر ميتال بلاستر بلاستيك ستون تايلز او وود. احنا خلينا نختار يا تايلز يا وود، نجرب أشكال الموجودة عنا. من أوريدي حبنا نروح الوود. طب حال إنه هدول ما كفوني، في عندي اللي هي الصفحة الثانية والثالثة، فتقدر تستخدم الأشكال اللي أنت بتشوفها مناسبة. حاسس إنه هذا الخشب راح يطلع لنا حلو بالشغل، بس بالأول خليني أعطي هنا ماتيريال. خلينا نحكي أوكي بدون ما ألعب بأي تفاصيل لا بالرفليكشن ولا غيره. نقطة الدور عندي advanced glass، بس خليني ألعب شوي صغير بالفروستنس ريليف بدير glossiness شوي صغيرة هيك بغض النظر على الشكل. خليني أعطي مثلا لون
لون أزرق. بقدر أنا أجي من هون ألعب مثلا بالماتيريال اللي هي تبعت السلاب، أجي أعطيها مثلا خذي لي أوتدور، بدي تكون عندي ميتال، خلينا نحكي مثلا بلاستر، نحكي خذي لي أنواع مختلفة من البلاستر زي هيك حلوة. بقدر أجي أحكي أوكي نيجي هذا الشكل الكابوند، بقدر نحكي له مثلا كراش، بس أنا حابب أعطيه شكل ميتاليك. هلا هاي الانعكاسات الموجودة كلها بنقدر نتحكم فيها، بس هون بس بدي أعطي أشكال رئيسية للماتيريال. أحكي مثل زي هيك زي الزنك، كلا حتى برا ماتيريال يكون ريفليكشن جروسنس فيها حلوة، خلينا نحكي زي هيك بغض النظر عن كمية انعكاس. بقدر اني اجي من هون احكي على اللون الاخضر، بدي اجي احكي له اندور خد لي برضو وود، خد لي نوعية وود تانية. هلا بقدر ارجع للجلاس، اعطيها جلاس وهاي جلاس وهذا شكل جلاس. بلاقي الماتيريال تبعت اللوميون كلها ما اخذت معنا وقت. بقدر هلا اجي اعمل ادجستمنت للوذر نفسه، ولكن الموضوع صار عندي سهل وتقريبا انهيته بس بماتيريال الرئيسية. بالتالي الماتيريال تبعت اللوميون برد بايت، اني بروح على الماتيريالز بختار اي عنصر بدي اياه، الماكس بكون مصدر انا منه الملف يا بماتيريال يا بالوان. فبناء على الألوان أنت لازم تكون مفكر إنه هاي القطعة بديها جلاس، لا هاي لحال، طب هاي لحال، هاي لحال، وتكون معطي كل إشي بدك إياه كلر، هيك بتعرف عليهم باللوميون. هذا هو بخصوص موضوع الدرس اللي هو السادس أو الخامس مش متذكر. فالدرس اللي بعدين إن شاء الله رح نتناول موضوع الماتيريال هلا بتفاصيلها، اللي بكل تفاصيل الماتيريال، مثلا إجيت من هون دخلت، خلينا نحكي هذا الكلر، نرجع ندخل بالتفاصيل تبعت هاي الأشكال، كيف حتى انا ادخل ماتيريال واعملها لحالي. كل الدروس طبعا بنلاقيها احنا موجودة على الجروب، وراح تكون برضو موجودة ان شاء الله بعمين على الفيجواليزيشن او البيج الخاصة فيي، فعلى حالتين راح احطهم هون وهون. ان شاء الله بعمين برضو راح يكون عندي موجودين على قناة اليوتيوب، انا هنا بعمل ابلود للي قبليه، وبتقدروا انكم تتابعوها. هيك بحكي لكم يعطيكم العافية، السلام عليكم.